السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوال. ده أول فيديو ليا على التشانل، أتمنى أكون خفيفة على قلبكم ويكون المحتوى مفيد ليكم. فضلا انزلوا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا عشان فيروس كورونا ربنا يعافينا كلنا إن شاء الله، معظم الوقت الأطفال في البيت مش بينزلوا مدارس ولا حضانة، فالفيديو ده للمامز اللي مش عارفين يبدأوا ازاي مع أطفالهم حفظ الليترز. هنعمل سلسلة تأسيس للأطفال، كل فيديو فيه لتر جديد. مهم جدا الطفل يعرف اسم الحرف شكله وصوته، ومننتقلش للحرف اللي بعده إلا والطفل حافظ الحرف اللي قبله كويس جدا. النهاردة هنبدأ بلتر A. لازم نكون عارفين الساوند بتاعه، وساوند لتر A وبنفتح فيها بقنا. مهم جدا الطفل يكون عارف الساوند بتاع كل حرف. طيب الكشكول عندنا هنا بيبقى فيه two lines اللي هما ده وده، فاحنا ممكن لان الطفل يعني ممكن ما يبقاش عارف يبدا منين بالظبط، فاحنا نعمل له خط جديد من فوق ونخليه يبدا من عنده. طيب letter A، letter A ممكن نعمل نقطه هنا ودي هتكون نقطه البدايه، ونقول للطفل داون 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 and sleeping line. تمام، تاني نعمل نقطة هنا ونقول للطفل داون 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 sleeping line. يبقى ممكن نقول للطفل نعمل نقطة هنا، انزل 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 وخط نايم. اوكي، يبقى ده كده letter A، ده اللي هو الكابيتال. طيب عندنا A small، A small بتبقى جوه التو لاينز يعني ما بتخرجش بره خالص. اهم التو لاينز بنقول له small circle small line، وممكن تكون بالشكل ده small circle small line، وممكن نقول له دايرة صغيرة وديل صغير، يا إما خط صغير. يبقى ده A capital A small، الساوند بتاعه أ أ أ زي كلمة ant. ant يعني نملة، ant apple apple arm arm. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. Goodbye.